بس انا بديت حياتي تمام. كان عندي الشيخ ابراهيم والشيخ عبد الله الصغير دول بداوا معايا الاكل اللي احنا عندي طموح ومجالي اللي انا اكون في مجالي عالي شويه. فاخويا الصغير طلع جه نزل هنا يعني كويسه تمام تمام علم نفسه بنفسه. فخد قرار اللي هو عايز يبقى ليه مكان وايقونه اللي هو يقف ويثبت لنفسه اللي هو قد المسؤوليه وقد الطموح والفكر اللي عنده ومش على قد عربيه بس يعني الشكل هو طموحه عايز يبقى في 50 عربيه ما شاء الله. والنجاح السبب ان انتوا اخوات ربنا يبارك مترابطين مع بعض ما شاء الله الله اكبر يعني. وعندي طعم العماله اللي عندي انا ملاحظه ان ما شاء الله طعم العماله اللي عندي مش عماله شغالين عندي او احنا شغالين مع لا احنا كلنا بنكمل بعض وده ده اللي سر النجاح عندنا اللي احنا كلنا بنقوم الصبح كل واحد مطلوب منه اوردر بينفذه بالظبط ما فيهوش اي كلام بالقد. فتلاقينا كلنا متفقين كلنا ناجحين بقدر ربنا سبحان الله وتعالى. وعندي بندق تمام وده وعندي اوريو وعندي فستق تمام يعني كده عندي في الصنف ماكس اربع اصناف فستق وزبده لوتس بسكوت لوتس وبندق واوريو جميل. هنيجي على اللينز هنا ضيق اللينز ضيق حاجه زي الكيك كده بس جميله جدا زي ما حضرتك شايفه تمام. بعد اذنك تمام ده لينزا ودي حلاوتهم كلها من عباره عن نفا تحت وكريمه وبقلاوه من فوق. الكنافه الكريمه دي جامده جدا جدا جدا. الجبنه بقى حاجه بصي يعني حاجه بالصلاه على النبي كده رايق مش عشان شغلي لا انا من فضل ربنا دي. هنخش بقى على بسابيس ومدلعه يعني هي بتتكلم عن نفسها مش لازم اللي احنا نتكلم عليها عشان جبت الكنافه الشغل بتاعه من عند ربنا كده. دي كنافه وموز كريمه وموز وبسبوسه وكراميل وجناش. دي المدلعه عندي بسبوسه ساده وبسبوسه بندق وعندي عزيزه داخلها مكرونه وموز وعندي مواسير ساده وشوكولاته ومانجا وعندي اطباق مكسرات وصوابع زينب وطيب جبنه وبلح الشام تيست عالي قوي 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 قوي. انا بالنسبه لي السعر بتاعي في المتوسط يعني انضف خامات انا لما بجيب الخماس ذات نفسي بدايه تمام يعني انا النيوزيلندي المستورد بيجيلي العسل الخام النظيف اللي هو اعلى حاجه في السوق ورب المعبود ما عشان خاطر انا واقف قدام فرش ولا حاجه. انضف حاجه بجيبها ادخلها عند المعمل عشان خاطر اطلع الجوده عاليه بالاكمال اللي حضرتك انت شايفاه ده من عند الله قدر ربنا والرسول صلى الله عليه وسلم. وعند ربنا يبارك لي في ابراهيم اخويا الصغير ايوه يعني حاجه كده يعني هو الظهر اللي شجعكوا على المهنه كمان ده بركاوي من عند ربنا. انا بديت المجال وهو وعبد الله اخويا دول بداوا معايا المجال.